السلام عليكم. قبل اسبوع تقريبا لظروف ما شفت بروجكت رانواي ميدل ايست، واللي هو مثل الكومبيتيشن او منافسه بين مصممين الازياء حتى يلقون افضل مصمم ازياء. فهو يعني يجيبون كم مصمم ازياء ويبقون كل حلقه يمكن يطلع واحد، الان يبقى واحد وهو يكون افضل مصمم ازياء. فمن شفت البرنامج كان كل شيء حلو بالبدايه الى ان وصلوا لفقره عرض الازياء، واذا بي اشوف التصاميم مالتهم. العب يلا العب يلا تصاميم كلش غريبة وما أعرف من راح يلبسها. فقلت يا معقول أكو ناس حقيقيين بعدين راح يلبسون مثل هاي الملابس؟ أو هاي أو هاي أو هاي. فإذا اليوم عندنا فيديو سريع وخفيف عن ليش مصممين الأزياء يصممون ملابس غريبة. أنا أبريق الشاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب تعرفون أنني كنا أكون أسوأ شخص بالموضة والملابس والفاشن والشغلات وما أفتهم بهن أي شيء، فعني إذا قلت شغلات خطأ بمجال التصميم الأزياء فعذراني. عرض الأزياء الواحد اللي يكون هيجي به هواي ناس هيجي قاعدين لجوا وتيجون عارض الأزياء يمشون، تكلفته بالمتوسط 40,000 دولار ويعرضون به هيجي تصاميم. فأحد مصممين الأزياء المشهورين اللي ما أعرف أقول اسمه اقترح بعض الأسباب اللي تخلي المصممين يصممون ملابس غريبة. فقالوا أنا هنا أقتبس إن بيع الملابس ليس الهدف الوحيد من عروض الأزياء، وإنما تهدف لمجموعة الملابس الموسمية لتتم ترجمتها فيما بعد إلى مواد قابلة للارتداء والبيع بالمتاجر. فيعني يقصد إن التصاميم الغريبة ممكن يستوحى من عدها ملابس عادية تنباع بالمحلات ونلبسها بالحياة اليومية. وسبب آخر اقترح هذا الموقع إن المصممين يصممون ملابس غريبة حتى يكسرون الملل ويلفتون الأنظار لتصاميمهم الغير مألوفة. خالف تعرف؟ وهيتشي أساس يعني أنه هاي التصاميم الغريبة راح تشهر المصمم ويعرفون الناس من تصاميم الغريبة. وأنا هم أنا أعتقد أنه سبب هالتصاميم الغريبة ممكن يكون صدق بس على مدلفت الأنظار وكسر الملل وهالشغلات. وبس هاي كانت بعض الأسباب اللي تخلي مصممين الأزياء يصممون ملابس غريبة، وأريد تنتبهون أنه هاي مو الأسباب الحقيقية وإنما نظريات أو تفسيرات لناس ثانيين أنه ليش المصممين الأزياء يصممون ملابس غريبة. ويا ريت تكتبوا لي بالتعليقات تفسيركم الشخصي لأنه ليش المصممين يصممون ملابس غريبة، ورأيكم حول فكرة عروض الأزياء وهالشغلات. ويعني صدق عاجبني أسمع آرائكم حول هذا الموضوع الشيق، ومو كل الشيق يعني موضوع عادي. وإذا عجبك الفيديو سوي لايك واشترك بالقناة، والسلام عليكم.